الأجهزة احتفت مدينة طنجة بذكرى المولد النبوي الشريف، والتي تزامنت مع عيد المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال. عرف الحفل مشاركة فرق موسيقية للطرب الأندلسي تحت إشراف الجمعية المغربية للموسيقى الأندلسية والروحية المنظمة لمهرجان مواسم خالدة في دورته الأولى. يلتئم اليوم مهرجان مواسم خالدة في الدورة الأولى، هذا المهرجان الذي نسعى أن يستمر ويبقى ويضاف إلى الأجندة الثقافية والفنية لمدينة طنجة. سنفتتح هذا المهرجان بأمسية بموسيقى مغربية الخالدة. المهرجان مشاركة فرق الكوراي بقيادة المايسترو محمد السولي. الفرقة قدمت عرضا موسيقيا من التراث الأندلسي الذي لقي اهتماما وتصفيقا من طرف الحاضرين. ويبقى الصعيد الثقافي والفني بحاجة لهكذا تدهورات. في إطار مهرجان مواسم خالدة في دورته الأولى، كانت الله يوفقنا فيها وتكون ناجحة إن شاء الله. عرفت اللحظات الختامية لليوم الأول للمهرجان تكريم المايسترو الراحل محمد البوهناني بحضور زوجته الكريمة، وألقى مشرف المهرجان كلمات ثناء وفخر واعتزاز بالراحل، متمنين أن يكون مهرجان ليالي خالدة وحط بهجة وسرور لساكنة طنجة، وكذلك الاستمرار في دوراتهم.